الروايات أن القدس بمثابة أم لها العديد من الأطفال. هذه قضية تتعلق بكنيسة القيامة تحديداً. تقدري تسمعي إجراس الكنائس أكثر من مرة خلال النهار بالإضافة لصوت المؤذن. لكنيسة القيامة خصوصية جعلت كل طائفة تقول إنها تمتلك جزءاً من هذه الكنيسة. كل واحد عنده مراسيم شكل، بدك تشوف الألوان، كل واحد جايب كلتشر من بلد تبعه. تسلمنا مفتاح كنيسة القيامة من السلطان صلاح الدين الأيوبي. وجود المفتاح بأيدي عائلتين إسلاميتين لها معنى، لماذا عائلتين؟ كنيسة القيامة في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية.